كديري لاباس عليكم بخير، تكونوا ان شاء الله كامل على خير. بغيت تكون تشوفوا معايا برج محمد السادس، صراحه واحد الاسطوره معماريه سبحان الله العظيم، شي حاجه اللي واعره خاصه في هذا الليل بحال هكا. يعني كنصور حاليا من عنق الجمال واحد الصوره اللي مدهشه رائعه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عنق الجمال تقريبا دابا تقريبا واحد تسعود وربع ديال الليل دابا، وكنصور هذا الفيديو هذا الرائع. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا، ندير عليه الزوم، لاحظوا معايا، لاحظوا معايا. اشياء اللي جميله صراحه، الممر رائع. غتلاحظوا معايا الطريق من هنايا، وغتلاحظوا معايا تاع عنق الجمال النفق الجديد الرائع. لاحظوا معايا المساحه الخضراء الكبيره اللي كاينه هنا، اشياء جميله ولينا كنشوفوها في بلادنا الحبيبه المغرب. نتمنى ان شاء الله تقدم دائما، والمشاريع الكبرى ان شاء الله. ما كرهتش انني ندور من الجهه الاخرى ونصور لكم من القنطره، اللي غتكون واحد اللي يكون واحد الفيديو اللي رائع. ما تنساوش الاخوان انكم تشتركوا في القناه وانكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وغنشوفوا الجوانب ديال القنطره الجديده اللي تم فيها وضع اشجار رائعه. يعني